نبدأ أولى فقرتنا مشاهدينا، وسننتقل بالحديث إلى قضاء بيرين. هذا القضاء التابع، يمكن أنا زي ما عرفت من عطوفة رئيس البلدية أنه، والكل بيعرف أنه تابع لمحافظة الزرقاء، لكن هو جغرافيا أقرب إلى البلقاء. إحنا رح ناخذ بشكل أوسع عن بيرين، وبهمنا دائما يعني ناخذ هل المناطق بدناش اللي خلينا نحكي الرئيسية كبلديات، أنا بهمني المناطق كمان الصغيرة لأنه دائما أحيانا تظلم. فاسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم عطوفة رئيس بلدية قضاء بيرين هاني الخلايلة. أهلا وسهلا فيك عطوفة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، تحياتنا لكل أهالي بيرين. صباح الخيرات. أول شيء صباح الخير من أهل بيرين ومن كل شجرة بلوط وشجرة نبق وشجرة خروب وكل نبتة بيرين، تصبح على جلالة سيدنا القائد الغالي الحبيب. صباح الخير من كل شجرة ومن كل مواطن ومن كل بنت ومن كل امرأة كبيرة وشيخ كبير، يقولوا صباح الخير للأردن الغالي الحبيب اللي الله يحفظه ويديم أمنه وأمانه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا حابة في البداية يعني نتعرف على قضاء بيرين. حكينا برا الكاميرا أنه هو إداريا، أنا استغربت بتحكي لي أنه كتير بيبعد عن الزرقاء، البلقاء أقرب إله. نعم. فهو ضاع بين الزرقاء والبلقاء زي ما بيحكوا. فناخذ عن واقع بيرين. بيرين كامتداد جغرافي، كمساحة، كعدد سكان، قضاء بيرين الواقع ماذا يقول؟ قضاء بيرين تشكلت أول شيء، بلدية بيرين هي تشكلت من مجموعة بلديات من خمس بلديات: بلدية بيرين وبلدية أم رمان ورجب الشوف. نعم. وبلدية صروت وبلدية العلوك وبلدية الكمشة. عدد سكان القضاء يتراوح من 25,000 إلى 30,000 مواطن. طبيعة قضاء بيرين أنه منطقة طبوغرافيتها جبلية، هو يحد من الجهة الغربية محافظة البلقاء ومن الجهة الجنوبية محافظة العاصمة عمان. يمتد هو جاي رقعة تحد وسط خمس محافظات تقريبا. يمتاز بغطاء النباتي الجميل. بيرين مساحة البلدية بحدود 260 كيلومتر. يوجد فيها مئات الآلاف من أشجار البلوط والنبق والسنديان والسرو. صحيح أنه بلدية بيرين هي جاية قلب لكل محافظات تقريبا الوسط. إذا بدنا نقيس المنطقة الوسطى بالتحديد هي بلدية بيرين وموقع بلدية بيرين. عدد سكانه زي ما سبق وحكيت 25,000 إلى 30,000 مواطن. يمتاز بغطاء نباتي جميل. كقضاء يعني والله عدد سكانه كبير. الحمد لله. كقضاء يبدو الإنتاج عندهم واسع. هي المنطقة واسعة. أنت تحكي عن خمس بلديات. خمس بلديات توحدت بال2001 أصبحت بلدية بيرين الجديدة. بس والله هي يعني بيعطيها مسؤولية كتير كبيرة، يعني كعدد سكان وكمساحة امتداد جغرافي. بصراحة أضف إلى عدد السكان وللمساحة الكبيرة الطبوغرافية صعبة. صعبة. يعني أنت لما تحكي بدك تنفذ شارع أو تنفذ أي شيء داخل قضاء بيرين، هو كلفته عالية مش زي كلفة أي منطقة ثانية. طبعا. فبتلاقي المنطقة جبلية تضاريسها صعبة. الكلفة عالية بأي شيء يعمل أو ينشغل صعبة داخل قضاء بيرين. طيب يعني احنا حكينا، انا بهمني كمان يعني زي ما اخذنا فكره واعطينا للمشاهدين عن الامتداد الجغرافي وتضاريسها وواقعها، لكن برغم ذلك هنالك وبرغم التحديات اللي راح احنا نحكي عليها في النهايه، خلينا نبدا بنظره تفاؤليه نحكي عن انجازات بلديه بيرين ومشاريعها، شو قدمتوا لاهالي المنطقه؟ الحمد لله. اول شيء بفضل القياده الحكيمه، القياده السياسيه العليا، المملكة بشكل كامل مش بلدية بيرين حصلت على مجموعة من المنح. قائدنا الله يطول عمره استطاع أنه يعمل تشبيك مع كل دول العالم، وهذا الشيء لا يوجد بكل القادة. استطاع أنه علاقاتنا مع الدول، أنت لما تكون في عبارة في قرية إذا ما كان كل اللي حواليك بيحبوك وكل اللي حواليك مستعدين يساعدوك، إمكانياتنا كل العالم يعرفوا، كل الأخوان الأردنيين يعرفوا وأنا واحد منهم، أنه إمكانياتنا إحنا بسيطة. المنح اللي حصلنا عليها بفضل القيادة السياسية العليا رقم واحد وحكومتنا، واستطاع معالي وزير البلديات أنه يأمن مجموعة من الأمور المالية والآليات للبلديات، صار في نقلة نوعية داخل البلديات. بلدية بيرين بفضل الله بال2013 من 1/9 ولغاية اليوم أنجزت ما يعادل 200% من مجموع الخلطات داخل البلدية من تاريخ تجمعها سنة 2001. يعني إحنا لما بدنا نحكي بسنتين اللي انعمل على الورق ومكتوب، مش يعني إحنا مش حكي، يعني هذا كله مكتوب وموثق. أنجزنا من 2001 لغاية 2013 خلال العام 2014
ونهاية العام 2013 ما يعادل 200% من الإنجازات، من فتح وتعبيد، من خلطات إسفلتية، من بنية تحتية. الحمد لله هذا الشيء يعني أتلج صدورنا. أسطول الآليات الحمد لله، كانت الآليات يعني شو بصراحة إمكانيات الآليات عندكم ولا تغيرت بفضل الله؟ تغيرت يعني، حصلنا على ضاغطة جديدة، حصلنا على قلاب جديد، حصلنا على لودر موعودين فيه على نهاية الشهر. والله أنا متفائلة أحكي لك ليه، لأنه يعني ما بتناول في حلقة عن بلدية إلا رئيس البلدية بيشكي عن الآليات والمعدات اللي عندهم. بجوز قبل هالمرة يعني بأكثر من برنامج شكينا، بس من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الواقع تغير، واقع البلديات تغير، وأحسن بكثير يعني، أحسن من أي شخص أنه يتخيل أنه البلديات أصبحت الآن تطرح حطاعات، تعمل شوارع، بنية تحتية تشتغل. يعني إحنا الآن يعني أتمنى، أنا عندي أمنية ومتوقع أنها تتحقق، أنه بعام 2015 ما يظل المواطن يطلب أنه يوصلوا شارع لبيته. يعني راح تكون الخدمة بنسبة تتجاوز 95% إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الواقع المادي والمالي لبلدية بيرين. بلدية بيرين واقع المالي ممتاز الحمد لله بفضل والله الله. ممتاز. نعاني يعني من مشكلة نعاني من مشكلة الصحيح هي مشكلة الكهرباء. الكهرباء. مديونة بلدية بيرين لشركة الكهرباء بمبلغ يثقلها. إذا بدها تسد هذا المبلغ بصراحة هي تحتاج لسنين، وهذا نداء إنه الديون المتراكمة على البلديات لشركة الكهرباء يجب أن يكون لها حل. كيف الحل أو شو طريقة الحل أنا لا أعلم، لكن هذه ديون بلدية بيرين عليها فوق 600,000 دينار. الوزارة مش ممكن لشركة يعني الكهرباء وزارة أضف إلى ذلك أنه ما في تنسيق. يعني البلديات يوجد عليها أنا برأيي تغول من شركة الكهرباء. تدرس العدادات وتأخذ العدادات وتجينا الفواتير جاهزة. لا نعلم وين وحدات الإنارة، لا نعلم كيف نصرف، قراءة عدادات مش موجودة. الآن عملنا احنا ضابط ارتباط من جديد على أساس انه يشرف على قراءة العدادات. هاي المشكلة مع كل البلديات مع الكهرباء؟ كل البلديات برأيي انا مع كل البلديات، حسب ما التقيت انا ورؤساء مجموعة من رؤساء البلديات مع كل البلديات. يعني لما تحكي عن 600,000 دينار على بلدية بيرين، ثمن إنارة شوارع وثمن مصاريف كهرباء رقم عالي عالي على بلدية مثل بلدية بيرين. طبعا. والآن يعني الحل له تسديده شيء صعب جدا. نحاول بجهود، ممكن أن نسد بالسنة 100,000 200,000 لغاية 250,000 نقدر نسد، لكن هذه الأرقام 600 والعداد شغال. يعني هو الآن الفوائد تتراكم، الإنارة بتزيد، فأنت أصبحت الآن ما بتقدر تسدد. طبعا. يعني أصبح إحنا في وضع لا يمكن تسديده. طيب يعني وين وزارة البلديات لها دور في هذا الموضوع؟ ما قصرت وزارة البلديات. أنا التقيت في معالي الوزير ووعدني، والتقيت مع مدير تنمية بنك التنمية. ووعد أنه ينعمل دراسة ويحاولوا أنهم يسددوا جزء عن البلديات، ومن ضمن هذه البلديات بلدية بيرين. يعني مشكلة كمان، يعني احنا بنحكي على عدادات وعلى فواتير عم تيجي بدون ما يتم معرفة كيف القراءة والآلية. بالضبط بالضبط. كمان يعني بس يعني هل يعتبر هذا قانوني؟ هو قانوني قانوني بصراحة، احنا ما بنقول انه مش حق لشركة الكهرباء، لكن يوجد خارج التنظيم اللي مجموع الإنارات اللي خارج التنظيم إذا بدك تدفع عليها أرقام عالية جدا عالية. وهذه الأراضي اللي خارج التنظيم ما تستطيع أنك تستوفي عليها شيء، ما في عليها فرائض عوائد ولا في عليها أي أمور أو رسوم مالية. ما انت قاعد تدفع عن شيء ولا يعني حسب التوجيهات بيقول لك طب افصل وحدات الإنارة عن الخارج التنظيم. لا يمكن، لا يمكن انه احنا نرضى انه نفصل عن مواطن يعيش بالمملكة الأردنية الهاشمية. حتى لو كان بيت واحد، حتى لو كان بيت واحد ستبقى مملكة أردنية هاشمية بفضل قيادة جلالة، بفضل الله اولا وقيادة جلالة سيدنا. لا يمكن انه احنا نفصل وحدات إنارة عن مواطنين. طيب احنا بهمنا كمان موضوع الثلج اللي راحت، واحنا امامنا منخفضات ان شاء الله باذن الله راح تكون موسم خير. الان شو كان الواقع في بيرين؟ احنا بيرين هاي النقطه رئيسيه، لانه احنا بيرين نقاس الى محافظه الزرقاء، ومحافظه الزرقاء غاليه على قلوبنا كما كباقي المحافظات، واحنا تابعين لها. الا انه قضاء بيرين يختلف كليا عن محافظه الزرقاء. من اي ناحيه؟ من ناحيه الطقس والمناخ. قضاء بيرين هو يقاس بمحافظه البلقاء ومنطقه سويلح، هو ارتفاعه عن سطح البحر مرات يزيد عن 1000 متر
بحدود 1100 متر في بعض المناطق، فهو تتراكم الثلوج فيه، فدائما يقاس ونهمل اعلاميا بقضاء بيرين على انه ما عندنا شيء، ما عندنا شيء الزرقاء ما في نزل عليها ثلج. ماشي، بس في هذا بس هي تابعه ل، يعني اذا بدنا نحكي هي جغرافيا اقرب الى البلقاء، الى البلقاء والى عمان محافظه العاصمه. طيب يعني هي لشفه بدران الاقرب، هي محاذيه لشفه بدران ومحاذيه لمحافظه البلقاء، بنفس الوقت هي محاذيه لمحافظه الهاشميه ومحافظه الزرقاء. فيعني صحيح انه جزء من قضاء بيرين تساقط الثلوج فيه خفيف، لكن الجزء الغربي مناطق الناصريه، المكمال الشمالي، المكمال الجنوبي، الكمشه، الميدان، المكثاه، مقام عيسى، رجم الشوف، هذه المناطق يتساقط فيها ثلوج قد تزيد عن اي منطقه في المملكه او تصل الى اعلى المستويات. وصل 70 سنتي عند الثلوج. الحمد لله بفضل الله كانت الخطه محكمه. تم رسمها وتنفيذها بضمن تخطيط وتنظيم وتنسيق وتنفيذ كان من اروع ما يكون. هذا الثلج اللي احنا عم نشوفه على الشاشه من آليات بلديه بيرين، وزي ما تشوفوا يعني هاي شوف يعني احنا ماخذين فكره بانه الزرقاء بيرين ما فيها، ما فيها الزرقاء وما حولها ما فيها. يعني انا اعلاميا اتمنى انه لا تهمل هاي المنطقه، مش بس بالثلج، في كل شيء. احنا نحتاج انه بيرين يجب ان تسوق. بيرين هي جايه المتنفس الوحيد لاهل عمان. انت الان لما تطلع من الاستوديو هون تمشي 15 كيلو الى 17 كيلو تكون داخل بيرين. يعني مش هالمسافه. فبنفس الوقت احنا قاعدين نستضيف سواح او متنزهين محافظه العاصمه ومحافظه الزرقاء وباقي المحافظات طبعا. فاحنا نواجه من مشكله الواقع السياحي فيها. يرتاد يعني بيرين في ايام العطل الرسميه ما يقارب 50,000 مواطن. عدد كبير، عدد كبير. يوجد لدينا متنزه مساحته بحدود 250 متر. المتنزه رائع جدا الحمد لله ومرتب، الا انه نعاني من مشكله رواد السواح. احنا بلديه صغرى يعني مش هالبلديه الكبيره، يعني عدد عمال الوطن عندنا لا يتجاوز 22 عامل وطن بالتحديد. 22 السياحه والبيئه يعني عند الناس بتحس والله انه حاليا احسن مما كنا، والايام الجايه راح نكون احسن، واللي بعده راح نكون احسن. فالحمد لله احنا نمشي بتحسن. الان الناس يعني في نوع من الثقافه انه صار بدل ما يرمي النفايات صار يجمعها، صار يحطها في كيس، يسهل عمليه جمعها. واحنا يعني بصراحه بلدنا اذا ما بدنا نراعي كل شيء فيها لا يستطيع انه طبعا موظف او عامل وطن انه يخدم منطقه كامله. لا يستطيع 22 عامل وطن انهم يخدموا مساحه بلديه 260 كيلو. لا يمكن، هذا شيء مستحيل. طبعا اهل قضاء بيرين كلهم لو قاموا ما راح يستطيعوا انهم يخدموا وينظفوا القضاء اذا ما كان السائح نفسه عنده حس وروح المواطنه انه هاي انا اجيت على منطقه رائعه ونظيفه، يجب علي اني اتركها اقل شيء اني اجمع نفاياتي. يعني هاي ثقافة تراكمية أنا بحكي ما بتيجي في يوم وليلة، يعني من الصغر، من الأسرة، من المدرسة حتى نوصل لهاي المرحلة. وإن شاء الله يعني وإحنا بنعرف إنه هنالك مخالفات يعني من الشرطة البيئية في هذا الموضوع. لكن أنا كمان بهمني هلا دور البلديات اختلف، بطل بس يعني فتح شوارع وتسفيد شوارع وإنارة، في تقديم أيضا خدمة للمجتمع المحلي. خلينا نحكي كيف بلدية بيرين دخلت في المجتمع المحلي لأهالي بيرين، قدمت لهم الخدمات، مشاركتهم في الأنشطة، دعم البرامج اللي بتصير في المجتمع نفسه في بيرين. بصراحة احنا في بلدية بيرين أول ما عملنا عليه من استلمنا رئاسة البلدية عملنا على أنه نعمل بلدية بيرين حتى الموظفين اللي فيها. وأنا بشكر موظفين بلدية بيرين والقسم الأكبر من الموظفين موظفين رائعين. عملنا بروح الأسرة، مش موظف، مش انه انت جاي هون موظف على اساس انه انت تقبض راتب وتقدر ما تقدر قد ما تستطيع من وقت انك تزوغ عن عملك او تغيب عن عملك. الان احنا زي المنخفض الجوي اللي مر علينا، حملات النظافه اللي قاعدين نقوم بها، تحس انه احنا كلنا فريق واحد. هذا الامر زي ما انزرع في بلديه بيرين اتمنى انه ينزرع في كامل المؤسسات في كامل شوارع المملكه. احنا نشتغل بروح الفريق الواحد، رئيس البلديه اول واحد مستعد انه يمسك المكنسه، الموظف سواء كان مدير او سواء كان مسؤول او سواء كان محاسب، باي حمله نظافه تلاقيه ينزل يركض اول الناس، ما يقول لا انا محاسب او انا موظف او انا مدير. فهذه الامور احنا زرعناها وسط المجتمع، بداية زرعناها وسط موظفين البلدية. الآن نزرعها وسط المجتمع المحلي إنه هاي البلدية لكم. هي البلدية بالتحديد، البلديات هي المؤسسة الوحيدة اللي لا يمكن أنه يطلع منها أي دينار إلا لأهل المنطقة. فبالنهاية كل ما يدخل فيها هي بتأخذ معونات، لكن هي لا يمكن تعطي معونات، هي بتصرف على أهل المنطقة من شارع، من خدمة، من مصنع. الآن تفكيرنا أنه نعمل شيء يدر على المواطن وعلى البلدية
اكثر من يعني امور يجب ان نتطور شويه، يعني لازم نعمل شويه مصانع، لان نعمل على تنظيم منطقه صناعيه. نعم. هذه المنطقه الصناعيه اذا تمت ان شاء الله، واذا ما لقينا اي تكون تابعه للبلديه نفسها، تكون تابعه للبلديه. في احد المستثمرين بده ينظم قطعه ارض تبرع ب10 دونمات للبلديه. نعم. 10 دونمات قيمتها بحدود ال 200,000 دينار. تبرع بمسجد، تبرع انه يعمل كامل الشوارع والبنيه التحتيه. لا هو بده يستفيد. انا اثق انه هو مستفيد. بس بنفس الوقت البلديه مستفيده. هذه اذا عملنا فيها صناعات متوسطه. نعم. مثل مشاغل خياطه، مصانع طوب، مصانع زي هيك، هذه يعني اتوقع انه نخفف من البطاله الموجوده داخل قضاء بيرين. بتحل مشكله البطاله عند المجتمع المحلي في بيرين وايرادات للبلديه نفسها. نتمنى انه مجلس التنظيم على ما يكفوا بوجه هنا ويقول لنا هاي ليش وهاي ليش. هي يعني الان بصراحه احنا نعاني من مشكله بالتنظيم، سواء كان الصناعات او سواء كان التنظيم السكني، لانه الاحياء بل اصبحت الان تسبق التنظيم. نعم نعم. ندخل على قضية الآن، بيرين بحاجة إلى ماذا؟ يعني ماذا ينقصها الآن؟ هل هنالك بعض من التحديات الآن اللي أنتم عم بتواجهوها على أرض الواقع وبتعملوا على حلها؟ بيرين بصراحة إلى إيجاد مشاريع. أنا برأيي رقم واحد بحاجة حل إلى مشاكلها، مشاريع، إيجاد مشاريع لأجل أنه تخفف البطالة اللي موجودة ببيرين. يوجد مجموعة من البطالة، يوجد ناس ذوي احتياجات خاصة في بيرين. إذا وجدت هذه المشاريع أو هذه المصانع واستطاعوا هذول الناس انهم يشتغلوا. هسه الان بيرين، ابن بيرين اذا بده يشتغل باي مصنع يذهب للضليل، يمشي بحدود ال 50 كيلو، يمشي بحدود ال 50 60 كيلو لاجل انه يحصل على راتب، مقدار الراتب 200 دينار، مش معقول يروح للضليل او يروح لمنطقه ثانيه لاجل انه يصرف ويروح مواصلات المبلغ. طيب انا يمكن سؤالي الاخير اللي انا حابه اساله الان، ما هي الطموحات المستقبليه كرئيس بلديه؟ طموحات المستقبليه لاهل بيرين، لاهل بيرين، لاهل بيرين. اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه هذول الناس اللي هم من خيره الخيره، هو المجتمع الاردني كله خيره الخيره، فهم من خيره الخيره، اتمنى انه تتامن لهم بني، يتامن لهم مصانع داخل بلديه بيرين اللي يستطيعوا، ومشاريع اللي يستطيعوا هذول ابناء وبنات بيرين انهم يعملوا ليسدوا حاجاتهم اليوميه والحاجات المجتمعية العادية. يعني إحنا إذا بنحكي عنها إنها منطقة سياحية، كم حكيت لي عدد السياح اللي برتادوا بيرين؟ مرات يصل إلى 50,000 سائح. يعني هاي النقطة. نعم. ما أنا دائما بضل أحكي إنه كل منطقة تختلف عن منطقة أخرى في إقامة المشاريع حسب شو. نعم. وضعها. نعم. وتضاريس. نعم. أحيانا التضاريس كتير بتساعد في إقامة مشاريع. نعم. معينة. فإقامة مشاريع زي هيك في منطقة في سياحية عم برتادها عدد كبير من السياح، أعتقد أنها رايحة تكون مشاريع ناجحة. إحنا حاليا لا نستفيد من السياح إلا أنه نخدمهم، إلا أنه ننظف وراهم، ننظف وراهم بصراحة. يعني لا يوجد أي شيء يعني يدخل قضاء بيرين. أنا بيرين لما أحكي عن 300,000 شجرة إلى 400,000 شجرة حرجية، ما بين بلوط، ما بين سرو، ما بين سنديان، ما بين نبك. فتلاقي بيرين هو متنزه مفتوح. نعم. مش اللي المتنزه ال 250 دونم اللي عندنا، قضاء بيرين كله متنزه مفتوح، فمرات انت لما تمر من قضاء بيرين وتتفرج ما في شجره الا تحتها عيله والناس مبسوطه، فلا يوجد يعني ما في، ما راح نفرض ضريبه على انه من يدخل بيرين يدفع ضريبه. اكيد. فبالنهايه نتمنى انه يصير مشاريع سياحيه لاجل يعمل فيها بعض الناس من اهل بيرين. ان شاء الله. انا بدي اشكر يعني حضورك بهذا الصباح الباكر، وانا من خلالك بدي اصبح على كل اهالي بيرين الطيبين. شكرا لك. ان شاء الله التحديات كلها بهالنظره التفاؤليه الموجوده عندك يعني لله. وبهالروح الحلوه ان شاء الله، انها ان شاء الله يعني تجتازوها، وهالمشاريع فعلا منطقه بحاجه الى دعم وبحاجة إلى رعاية أكثر، مظلومة جغرافيا لأنها يعني تابعة للزرقاء وهي بالضبط. أقرب إلى البلقاء. أتفضل. بالنهاية أنا بدي أشكرك على الاستضافة. لا، وأتمنى أنه الإعلام يسلط الأضواء على قضاء بيرين، لأنه هو بحاجة أنه إعلاميا يعني ينحكى عنه. وقضاء رائع جدا كما باقي المناطق في المملكة. أهل قضاء بيرين يشكروك على الاستضافة. العفو. وبالنهاية أنا أتمنى أن الأردن الحبيب يبقى كما هو، وعلينا إحنا كأردنيين أن نعض بالنواجذ
على أمن هذا البلد إن شاء الله. ونتفرج حوالينا شو اللي قاعد يصير، وهي بلدنا بالنهاية، هاي الملجأ الأول والأخير، واللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تبقى كما قال جلالة سيدنا المغفور له بإذن الله، أن تبقى مملكة أردنية هاشمية إن شاء الله. إلى أن يشاء الله. إن شاء الله. والله يحفظ الأردن وجلالة سيدنا إن شاء الله. وشكرا لكم. أهلا وسهلا فيك عطوفة الأستاذ هاني الخلايلي رئيس بلدية قضاء بيرين. أهلا وسهلا نورت. شكرا. يا هلا. شكرا لكم.